surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalna Qur'an Arabiyyan lanakum ta'qilun nahnu nuzzilna ilayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kunta min qawlihi laminal ghafirin idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 qamara wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ra'yaka 'ala ikhwatika wa yaqudu laka kayda. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yatabi'u rabbuka wa yu'allimuka min ta'wili al hadits wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه عميق وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منكم لا تقتلوا يوسف ألقوه في غيابة الجب يلتقطه رب السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف إنا له لناصحون. أرسله معنا ونجرت ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاك أن يكون لدي وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصمة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمع وأبانا يوسف عندما دعينا وأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميص بدم كذب. قال بل سول لكم أنفسكم أمرا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة مرسلوا واردهم بعد نادلوه. قال يا بشرى هذا غلام وصبروا بطاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مثل امرأته أظلمي وثم عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله عالم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما ولو شئناه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته الذي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيلتا لك. وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد أمن به وأما بها لولا أن رأى برهان ربي. وكذلك نسلم عليه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقد البميسه من دوره ولو يا سيد غلد الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا
عن إلا يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد منكم فصدقا وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. ولما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز نراود فتاه عن نفسه وتشاوما حما إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمع بمكرهن أرسل إليهن وعدنا لهن متكئا وآتى كل واحدة منهن سكينا وقال اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقضنا أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فتعصم ولئن لم يفعل ما آمنوا ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب سجل أحب إلي مما يدعونني إليه إلا تصل عني بينهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما وروا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه سجن وديان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبي تأويلي إنا نراك من المحسنين. قال لا يعطيك بعد عبد ترزقني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي أي سجن أرباب متفارقون خيرون من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي أسجد عما أحدهم ويسن يرم وخمر وأما الآخر ويسلب وتأكل الطير من رأسه ودي الأمر الذي فيه تستطيعان. وقال للذين ظن أنه لا يملك فاذكر نعمة عند ربك وأنساهم الشيطان ذكر ربي ولم يتبس سجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ياب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أدوات أحلام ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذين نجا منكما وادكر بعد أمة أنا ولم يكن بتأويله فأرسلون. يوسف والصديق أفتنا في سبيل قراد سمعنا يقولون سبع جاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا وما صنتم وذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يقول لما ظننتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال ملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجعوا إلى ربكم واسألكم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديكم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكما إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم إني لم أخنق بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نرد أجر المحسنين ولأجر الآخرة عين للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزوا بجهاز قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني ولما جهزوا بجهاز قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لابنيانه اجعلوا بضاعته في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ابن منا لكين وارث معنا أخوانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل ما أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك قيل يسير قال لأرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الليل لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يقوم قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما جهزوا بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن معذر أن يدخل العير إنكم لسارقون قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء بهم يوم المعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم
kuntum kadhibin. Qalu jazahu mawida fi rahlih wa jazahu كذلك نجز الطالبين فبدأ بعيته قبل وعي أخيه ثم تخرج ذا بوعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليخدعه بذن الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا يسري وقد سرق أخ له من قبل وصرق يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وقد حددنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا إنه إلا قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا إنه إنا إذا لظالمون ولما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيركم ألم تعلموا أنا معكم قد أخذنا عليكم موعدكم من الله ومن قبل ما فرطتم يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أن يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا بنك سراق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقملنا فيها وإنا لصادقون قال من سوّل لكم أنفسكم أمرا واسمر جميل عسى الله يهديني به عسى الله أن يهديني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يسرى ويضريناه من الحسن فهو قديم قالوا تالله تبدأ تنقر يسرى حتى نكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما شغلتي وحسني إلى الله يعلم من الله ما لا تعلمون يا من يدهم واتحسوا من يوسف أخي ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا لي قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف أخي إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأن يوسف قال أن يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يدك ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا وألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما وصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء المشير ألقوا على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا عليه يوسف آوى إلي أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورمى أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلنا ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بي
بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أنكر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما نسألهم عليه من أجل هو إلا ذكر للعالمين وكيف من عين السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم من الله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا تيسر الرسل وظنوا أنهم قد أظلموا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصيب عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن صديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله.